بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. فالشيخ، بعض الإخوة، يعني الحمد لله هذه الأيام جاءنا الشيخ الهيثم سرحان من المدينة، والحمد لله قام بدورة هناك في فرنسا، وبعض الإخوة بعد الدورة طبعا يعني كأنهم سجلوا كلمة مع أحد المشايخ، وذلك الشيخ يعني ذكر لهم أنه ليس له تزكيات وكذا إلى آخره. فالآن يعني نطلب منكم، هل تعرفون هذا الشيخ؟ وهل تعرفونه يعني؟ وهل تنصحون بالأخذ منه وكذا؟ جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سألت عن الأخ الشيخ هيثم السرحان، هل هو ممن يؤخذ عنه العلم؟ فأنا أقول بارك الله فيكم، الذي أعرفه أنه رجل اجتهد وجالس المشايخ، وله علم بفضل الله تعالى بالعقيدة الصحيحة ومسائل صحيحة. والذي أعرفه أنه لا ينقل إذا سئل عن شيء إلا يكون قد أخذ عن بعض المشايخ. وأنا أنصح كل نفسي وكل داعٍ ألا يتكلم إلا بما يكون لنا فيه إمام. وأئمتنا خاصة في مسائل العصر الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين مفتي محمد بن إبراهيم، ومشايخنا الشيخ حماد وغيرهم وغيرهم. فبذلك الذي أقول في الأخ هيثم أني وجدته هكذا، أنه يعني يتكلم بعلم في العقيدة الحمد لله التي درسها دراسة جيدة، ثم في مسائل أخرى أيضا ما أظن أنه يتكلم من عند نفسه. ولعلك يا أخ أبو زيد أنت أشرت إلى أن بعض المشايخ تكلم فيه بأنه رجل مجهول أو كذا، ولا نعرف أين درس وكذا. في الحقيقة ليس العلم حكرا على من درس وأخذ الشهادة، فكم من الذين أخذوا الشهادة وهي شهادة الزور، أو أخذوا الشهادة ثم لم يرجعوا إلى العلم بل تناسوا العلم. والذي إذا كان كل واحد لم يعرف عنه أنه درس دراسة نظامية فيجهل، فالشيخ الألباني من أول من يكون يقال أنه ليس بعالم كما قال بعض أداء السنة. فالحاصل على كل حال، أنا أقول للإخوان، والآن الذي سمعت منكم ومن غيركم أنه كان ذهب في فرنسا بفضل الله تعالى وأقام دورة علمية لهذه الكتب، كتب العقيدة بفضل الله تعالى، واستفاد منه الطلبة. لكن بعض الناس قد أطلق البيان أنه رجل مجهول، وفي فرنسا وفي الغرب هناك ناس أشك أنا في سلفيتهم يتلقفون مثل هذا الكلام، فيسقطون الإخوة السلفيين الذين هم معروفين، وهيثم من المعروفين في مكة وفي جدة، في جدة وفي المدينة بفضل الله تعالى. وأهل العلم مشايخ المعروفين يقرونه في عمله جزاهم الله خيرا. فالذي تكلم عليه أراد إسقاطه وتلقفه هؤلاء الذين ليسوا سلفيين في الحقيقة، أنا أتيقن أن هؤلاء مندسين في السلفية يريدون أن يفرقوا كلمة السلفيين. وأنا أنصح كل من تحدث نفسه بمثل هذه الوساوس ينبغي أن يسكت، ولو كان فرضنا أن شخصا يكون فيه بعض الأخطاء، لكنه الحمد لله وهو علمه كاف ويعطي علم جيد، فالحسنات تذهب السيئات. نعم، إذا كان أخطأ في مسائل لا نأخذ هذه المسائل منه، نعرف ونعرف الناس أنه أخطأ في مسألة، فكم من الناس لا يأخذون. ما ذكروا أخطاء، وإنما ذكروا أنه ليس معروف عندهم. ولو لم يكن معروفا عندك فيكون معروفا عند غيرك بفضل الله. يا رجل، كم من الرواة الذين ندرس فيهم فيكون يقول مجهول، والآخرون قالوا ردوا عليه قال ليس بمجهول، من وثقه ابن معين ومن وثقه الإمام أحمد. فالمسألة في الحقيقة الذين يطلقون مثل هذه البيانات، سمعنا ومن قبل طلبنا من المشايخ في المدينة وكذلك في مكة ألا يعطوا كلمات في مثل هذه الشخصيات حتى يستغلها أولئك الذين مندسون في جماعة السلفيين لتفريق
للانتقام من السلفية والسلفيين. وندعو الله تبارك وتعالى أن يهدي إخواننا الذين يطلقون البيانات بدون تحقق ويعطون سلاحا قويا في أيدي أعداء السلفية حتى يشققوا جماعة السلفيين. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خير. الله يبارك فيك. إن شاء الله نصيحة تنفع. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ هيثم جميل فرحان. نعم. هل يستفاد من دروسه؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على مال عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الأخ هيثم جميل سرحان معروف لدي معرفة شخصية، وهو من إخواننا الثقات أصحاب المنهج السلفي أصحاب التأصيل العلمي، ومن الملازمين لدروس شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، أيضا من الملازمين لتعليم الطلاب كتب الأصول والمختصرات، فهو معروف، وأنا أوصي بالأخذ عنه وبالاستفادة من شروحه ومن دروسه. أسأل الله أن يوفقني وإياه وجميع إخواننا للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على مال عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه ما سلك. هذا الكلام قلته في أول شهر رجب لعام 1431 لمهاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بارك الله فيك شيخنا، الله يحفظك ان شاء الله. جزاك الله خير. حياكم الله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله وبركاته.